ايه الفرق بين قراء زمان وقراء دلوقتي؟ قراء زمان كانوا بياخدوا العلم بالطريقة الصعبة، لذلك العلم بالنسبة لهم كان له قيمة وحاجة قوية قوي بالنسبة لهم، سواء كان علم التجويد أو علم القراءات أو علم النغم. يعني الشخص فيهم علشان كان يتعلم خليني في مجالي مقام، ياخد حاجته ويسافر للشيخ اللي هيعلمه مقامات، ياخد منه المقام في ساعة في ساعتين ويروح تاني. طبعا ما كانش فيه أجهزة تسجيل وما كانش فيه الكلام ده كله، فيروح هو نسي اللي خده أصلا، فيرجع تاني يوم ما هوش حافظ، فشيخه يديله المقام تاني، وهكذا تالت ورابع وخامس وعاشر وعشرين وتلاتين لحد ما المقام يثبت فيبدأ ياخد غيره. وبالتالي فالعملية التعليمية كانت بتاخد وقت طويل جدا، وسفر ومجهود وإرهاق ومشقة، لكن كانوا حريصين على العلم، فكانوا مهما كان الأستاذ يسافر له ويروح له. دي أول حاجة، إن العلم كان غالي زمان. ثانيا، مكبرات الصوت وآلات الميديا. مكبرات الصوت ما كانش الساوند بتاع دلوقتي اللي بيعمل ترددات وبيعمل بيغير في الصوت نفسه، بيغير من إمكانيات الصوت. الهندسة الصوتية ما كانتش متطورة قوي كده، هو كان عبارة عن إيه؟ مكبر صوت، ده لو فيه يعني. الأول اللي بدأ القراءة بدأ من غير مكبرات صوت خالص، كان بيقرأ كده في الجامع وخلاص من غير مكبرات صوت ولا أي حاجة. الجامع اللي فيه ميكروفون ده كان يبقى يعني حاجة عظيمة، حاجة ما وردتش. وبالتالي فالباور بتاع صوته وإمكانياته الصوتية وقوة صوته وقوة تحمل صوته للأداء كانت أكبر وأقوى بكتير جدا من دلوقتي. دلوقتي كل الاعتماد على الميكروفون وعلى الهندسة الصوتية إنها تطلع صوت كويس. فيبقى أول حاجة إن العلم كان قدره غالي زمان، ثانيا الاعتماد على الهندسة الصوتية. رقم ثلاثة، ما كانش فيه سوشيال ميديا، ما كانش فيه غير الإذاعة، ده رقم واحد، والتلفزيون ظهر مؤخرا. فالإذاعة كانت بتنتقي من هو جدير بها، مش أي حد يخش الإذاعة. الشخص اللي هو على الفرازة رقم واحد، اللي هو أصلا صيته زايع في الدنيا كلها ومكسر الدنيا، فكان ما كانش حد بيتعرض له أعمال إلا القوي بحق ربنا. وفي ناس ما نعرض لهاش أعمال كانت قوية جدا لكن لم يحالفها الحظ في الوصول للإذاعة. مقارنة بحاليا، السوشيال ميديا والتلفزيون ملا الدنيا كلها، فريق الإعداد ما بيبقاش عارف إيه الكويس وإيه الوحش، مين كويس مين وحش، يجيب مين ما يجيبش مين. ده في التلفزيون. في السوشيال ميديا أي حد بيصور نفسه فيديو ويرفعه ويقول على نفسه أنا القارئ العالمي فلان الفلاني، أو أنا الشيخ فلان ملك الإذاعات والتلفزيون في الدنيا كلها. حد عليه رقابة؟ ما عليهوش رقابة، فالدنيا بقت سبهللة بشكل كبير قوي. رابع حاجة، زمان كان في عادات وفي تقاليد وفي احترام للقيم وللمبادئ، حاليا فيه انحلال أخلاقي شوية بسبب انفتاح الثقافات ودخولها على بعضها البعض، فبقى الالتزام مش قد كده. الالتزام من القارئ نفسه شخصيا وأدبيا ودينيا وعلميا ما بقاش اللي هو زي زمان، ما بقاش مقارنة بزمان، إلا من رحم ربي. في طبعا قراء حاليين كويسين جدا وفيهم كل الصفات الكويسة، لكن احنا بنعمل مقارنة عامة بين قراء زمان وقراء دلوقتي، او مبتهلين زمان ومبتهلين دلوقتي. المقارنة تشمل الطرفين. شكرا جزيلا، ونشوفكم في فيديو جديد.